الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: صلاة الوتر إذا صليتها 3 أو 5 أو 7 ركعات متصلات فكم يكون فيها من تشهد؟ الحمد لله، وبعد، إذا صليت الوتر 3 ركعات فلتكن متصلة بلا تشهد أول، وإنما يكون جلوسك في آخرها، لما روى أبو داود في سننه بسند قوي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. وإذا أردت الإيتار بخمس فليكن جلوسك أيضا في آخرها، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة لا يجلس، يوتر من ذلك بخمس، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. وإذا أردت الإيتار بسبع فكذلك لا تجلس إلا في الركعة السابعة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما إذا أردت الإيتار ب9 فإن المشروع لك أن تجلس بعد الركعة الثامنة كتشهد أول، ثم تقوم فتأتي بالركعة التاسعة، ثم تجلس وتتشهد تشهدا ثانيا. فالتشهدان في الوتر لا يكون إلا في من أراد الإيتار ب7، فأما من أوتر ب3 فلا يجلس إلا في آخرها، وأما من أوتر ب5 فلا يجلس إلا في آخرها، وأما من أوتر ب7 فلا يجلس إلا في آخرها، والله أعلم.